بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بتاريخ 13/11/2013 وجه السيد العضو رياض أحمد العدساني استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. وبتاريخ 14/11/2013 وجهت السيدة صفاء عبد الرحمن الهاشم عضو مجلس الأمة استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. وقد تم دمج الاستجوابين بناء على المادة 137 من اللائحة. والآن نبدأ مناقشة الاستجواب، فليتفضل موجها الاستجواب على المنصة يمين الرئاسة وسمو رئيس مجلس الوزراء على شمال الرئاسة. ونظراً لصدور القانون رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبينها المادة 136 المتعلقة بالاستجواب، فإنني أود أن أبين المدد المحددة للمستجوب لشرح استجوابه، ثم المدد المحددة لسمو رئيس مجلس الوزراء للإجابة عليه. يا أخوان تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء الأخ رياض العدساني. اي خل تفضل، ها تفضل. تفضل أخ الوزير. الأخ الرئيس، الأخ الرئيس، الأستاذ المجلس موقر بإدخال الفريق المرافق لسمو الشيخ جابر رئيس الحكومة إذا ممكن. يوافق المجلس على إدخال الفريق الخاص في المستجوب والمستجوبان؟ موافقة. حددت المادة 136 التالي: 1. المدة المحددة للمستجوبين لشرح استجوابهما 3 ساعات. 2. يجيب سمو رئيس مجلس الوزراء في المدة ذاتها. 3. للمستجوبين أن يعقب على رد سمو رئيس مجلس الوزراء على ألا تزيد مدة التعقيب عن ساعة. 4. يعقب سمو رئيس مجلس الوزراء على تعقيب المستجوبين خلال ساعة، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. 6. لسمو رئيس الوزراء أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة. 7. لا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز لسمو رئيس مجلس الوزراء أن ينيب غيره في الجواب عنه. قبل بدء المناقشة أود أن أنبه الحضور الكريم إلى المادة 30 فقرة واو من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه يجوز للرئيس أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل. فأرجو من الحضور الكريم الالتزام باللائحة. تفضل إلى أخت صفاء. تفضل.
فليتفضل المستجوبان بشرح استجوابهما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نسأل الله التوفيق وخدمة الكويت. أنا بتكلم عن تاريخ الكويت من البداية. من الخمسينات تم إنشاء البنوك، وسنة 54 الخطوط الجوية الكويتية، ومشينا بخطة متوازية حتى سنة 58 تم بناء مستشفى الصباح، وهو يعتبر مدينة صحية، وانتهى في سنة 62، ومن ثم مطار الكويت سنة 61، وجامعة الكويت 66، ومستشفى العدان سنة 83. من ثم الحكومة في سنة 85 أقرت خطة التنمية على أساس يبدون فيها في سنة 86، وللأسف من 86 تقريبا الكويت وقفت، وسنة 90 تم الغزو الغاشم، الله يعيد الشر للكويت، وسنة 91 تم بناء ما تم هدمه بالغزو، وسنة 92 انزلت عندنا الميزانية ولكن لم نتعرض لكوارث. وصل النفط 7 دولار، ولكن ميزانية الدولة كانت 4 مليار دينار، وارتفعت الميزانية في ذلك الوقت بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى 15 دولار. ومن ثم قرروا خطة التنمية في سنة 2008 في ميزانية هائلة 30.5 مليار، 15 مليار على القطاع الخاص، و15 مليار ونص على الحكومة، على أساس يبدون التنفيذ في سنة 2010 و2011 و2012. لم يتم إنجاز أي شيء يذكر، إنما ارتفع عندنا مؤشر الفساد، بالمقابل عندنا الوفرة المالية. في كل سنة من 2008 و2009 و2010 إلى 2012 عندنا فائض مالي 8 مليار دينار كويتي، وحتى آخر سنة 12 مليار دينار. إحنا نبي نسأل أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا يتم التبرع لكل دول الجوار يبقى أين الكويت؟ وأين تأسيس من بنية تحتية وحل القضية الإسكانية وتطوير المستشفيات؟ على سبيل الاستشهاد، إذا نبي ناخذ آخر مستشفى تم بناءه مستشفى العدان مر عليه 30 سنة، هل يعقل الكويت بفائض مالي يتم وقف القطاع الصحي من سنة 83؟ يبقى جميع الأسر حاليا يروحون إلى القطاع الخاص، وهذا بحد ذاته تكلفة. المدن اللي بنوها ناس سعد العبدالله معتمدين على مستشفى الإجهارة، جنوب السرة معتمدين على مستشفى الفرواني والأميري، يبقى مستشفى جابر من سنة 2003 وقالوا ينتهي في 2008 وما انتهى، وقرروا في ميزانية هائلة 335 مليون دينار إلى الآن ما انتهى. أهل الخير ما قصروا، جدد الطوابق المستشفيات، بنوا المستوصف، يبقى وين الحكومة؟ يعني هل يعقل الحكومة ما انكسرت عينها وما بنت المستشفيات؟ ما الأردن قبل سنة بنيته قطاع صحي كامل لهم وطورت التنمية عندهم. إذا بقارن بالنسبة لبرنامج الحكومة، لم يأتي مستوى الطموح. بداية تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، طورت الحكومة عددا من المشاريع تعني ترسيخ الهوية والانتماء الوطني وغرس قيم المواطنة والمسؤولة، هذا لا نقبله يكون تشكيك في المواطن الكويتي. قضية السكن تحدث فيها باستجواب معالي وزير الإسكان، وصلنا 106 ألاف طلب، معناته 500 ألف مواطن ينتظرون سكن، وارتفاع العقار بشكل مهول، ولا يوجد علاج لهذه المشكلة. بالنسبة للتعليم، إذا نتكلم عن التعليم، آخر جامعة وهي أول جامعة بنت في الستينات، وكان هناك تصريح واضح من معالي وزير التعليم العالي، ذكر أن جامعة الشدادية وهي جامعة صباح السالم لن تنتهي حتى سنة 2018، معناته راح يصير عندنا عدد طلبات زيادة وتراكم الناس اللي يحولون وين إلى الجامعات الخاصة، وهذه بحد ذاتها زيادة تكلفة. أنا بعرف أين مشاريع الدولة وين تروح لما نشوف كل هالفوائض المالية، كل هالفوائض المالية شقنا، ولم يتم تطوير الكويت، وتم تطوير كل دول الجوار كما ذكرت. الأردن حسنوا البنية التحتية وتطوير التنمية والقطاع الصحي، السودان تحسين الطاقة، اليمن تحسين الطرق، يبقى أين الكويت؟ هني السؤال،
كل مؤشرات الفساد زادت بشكل مهول. لما نتكلم عن التنمية، لما احنا نقول 15 مليار ونص الحكومة وين نفقتها؟ وأنا كان لي سؤال واضح وصريح في 13/3/2013 الحكومة صرحت تم إنفاق 7.5 مليار دينار كويتي على مشاريع التنمية، وكان سؤالي أين ذهبت تلك الأموال؟ وما هي الأوامر التغييرية وسببها وتكلفتها؟ وما هي المشاريع القائمة والقادمة واللي تم تنفيذها؟ اذكروا لي سؤال غير دستوري. السؤال 7.5 مليار لو أنا أبي أقارنها، بس أبيك تحط الصفحة اللي وراها بعد وراها. هذه مدينة دبي كلفت 6 مليار دينار. مو الأصل يكون عندنا نفسهم؟ مو الأصل يكون عندنا شيء على الأقل ربعهم؟ احنا كلفنا كم؟ 7.5 مليار. روح على الصفحة اللي وراها، جزيرة اللؤلؤة في قطر، هذه كلفت 5 مليار دينار. يبقى وين 7.5 مليار دينار كويتي وين راحت؟ ولما أدس سؤال يقول السؤال غير دستوري. يبقى رئيس الوزراء عنده رقابة ذاتية على الوزراء، ولا يمكن يذكرون لنا السؤال غير دستوري. روح اللي بعده، مدينة مصدر في أبوظبي كلفت 6.5 مليار. هل يعقل أن إحنا عندنا كل هالفوائض المالية؟ مدخول الدولة لا يقل عن 300 مليون دولار في اليوم، والكويت وقفت تماما حتى سنة 96 تم إعادة افتتاح برج التحرير، ماكو شيء. لذلك أنا سؤالي إلى سمو رئيس الوزراء، ما هو الإنجاز الوحيد للحكومة؟ إن لم يكن هناك إنجاز على الأقل أبي أمر إصلاحي من الفساد اللي شفناه كله. رد على أول صفحة. والمادة 127 من الدستور، يتولى رئيس الوزراء رئاسة الجلسات والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، واللي ذكر وزير العدل العم محمود زيد الخالد عسى الله يرحمه ويغفر له، إذا كان رئيس الوزراء هو الذي يرسم السياسة والوزير ينفذ، فكيف نحاسب المنفذ ولا نحاسب المسؤول الأول على هذه السياسة؟ الدستور يصبح متناقضاً إذا يصبح المسؤول الأول في الوزارة وهو رئيس الوزراء غير مسؤول ويتصرف في جميع الأمور على هواه من دون رقابة من مجلس الأمة، ولا يوجد تميز في تقديم الاستجواب بين رئيس الوزراء أو أي وزير آخر، ويعزز استناداً على المادة 124 من الدستور التي نصت كالآتي: على أن تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك، ولا يوجد نص في الدستور يميز في تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء عن بقية الوزراء، والفرق في الإجراء والخطوات التي تعقب سحب الثقة أن رئيس الوزراء يكون عدم التعاون. فأرد على الرعاية الصحية، الرعاية السكنية. الرعاية السكنية عبارة عن 8 أسطر أو 6 أسطر. الرعاية الصحية عبارة عن 3 أسطر لم يتضمن أي مستشفى، عبارة عن مجرد زيادة عدد الأسرة، برنامج متهالك لا يحقق طموح المواطنين. عندك التعليم ذكرته، تعليم لما يذكرون لي زيادة عدد الطلبة إذا ما كان إنشاء جامعة، شلون زيادة عدد الطلبة؟ هذا السؤال. زيادة عدد الطلبة والجامعة الشدادية راح تنتهي في سنة 2018 من 38,000 إلى 48,000، 10,000 شلون بيزيدون؟ فأيضا الأسر تعاني إذا كان يودون أبنائهم إلى القطاع الخاص، سواء الدراسة من مرحلة الابتدائي إلى الجامعة. لما تتكلم عن التنمية، وذكرت لكم تنمية شبابية حاطين، أنا بعرف لما يقول التنمية الشبابية، اعتمدت الحكومة وثيقة المؤتمر الوطني للشباب وباشرت في العمل توصيات. أنا بتكلم أي تنمية شباب، مجرد كان شعارات والشباب يعانون. أي شخص يتخرج اليوم من الجامعة ينطر على الأقل 3 سنوات إذا عنده واسطة يلا يتوظف، وإذا ما عنده واسطة قد يتم أكثر من ذلك. عندنا 20,000 عاطل حاليا، وهذا الرقم على تزايد. إضافة، أين سياسة الإحلال؟ أين سياسة الدولة لما تقول إحنا عندنا سياسة عامة لحل تلك المشاكل؟ أنا ما طلب شيء، طلبت إنجاز واحد. إن لم يكن هناك إنجاز على الأقل أمر إصلاحي واحد لكل هذا الفساد المتفشي في كل الوزارات.
إصلاح هيكلة الموازنة العامة. لم يتكلمون هيكلة الموازنة العامة. هل يعقل صندوق الأجيال القادمة في خسائر 97 مليون وصندوق الاحتياط العام في 102 مليون خسائر ولم يتخذ فيهم أي إجراء، وهناك 655 مليون خسائر في الأجيال القادمة أو الاحتياط العام لكن خسارة غير محققة. الاحتياط العام عادة هو يفيد الدولة في الكوارث، وهو اللي فاد الكويت أثناء الغزو للمستندات الخارجية أو السندات الخارجية. فإذا كان هناك خسائر وما في أي محاسبة فإحنا مو متجهين بالاتجاه الصحيح. هذه كلها لقطة أرقام. لم يقول حماية البيئة، أي حماية بيئة؟ والمصانع تلوث في أم الهيمان والملوثات بشكل رهيب، ومنطقة سعد العبدالله حاطين مخطط كامل كلها مصانع ملوثات من أصباغ وغيرها. فهالكلام ما هو صحيح. نقول معالجة الأوضاع المقيمين الغير قانونيين، وأنا بذكرها بالتفصيل. حالياً عندنا 43,000 رخصة لم يتم التفتيش عليها، و39,000 رخصة لم يتم تحديث بياناتهم، وهم كالآتي: محافظة الأحمدي 5,842 رخصة، محافظة الجهراء 4,132 رخصة، محافظة الفروانية 8,166 رخصة، محافظة حولي 7,710، محافظة العاصمة 17,287 رخصة، محافظة مبارك الكبير 7 رخص. هالأرقام هذه إضافة على 38,000 ترخيص لم يتم التفتيش عليهم، ما قام يتاجرون في المحرمات وكسر القانون والضرر في شبابنا في أمن البلد؟ احنا ما تقول تجار الإقامات، من حولهم للنيابة؟ ولا واحد، ولا حول أحد. فكل هالأمور قاعد تضر في أمن البلاد. نتكلم إلى تحديث البنية التحتية، وكان هناك تصريح واضح إلى وزير الأشغال بتاريخ 21/10/2013: الأشغال مستعدة جيدا لموسم الأمطار. للأسف كان هناك 4 قتلى و 472 مصاب و 111 إنقاذ من الغرق، 147 بلاغ خلال 24 ساعة. ولكن يحزنني وللأسف أقولها، ما صدر بيان من الحكومة يستنكرون هذا الشيء. ولما نطق محمد جويهل نزل بيان مجلس الوزراء، ليش؟ احنا ضد الضرب، ليش مجلس الوزراء نزل بيان في ذاك الوقت وهالحادثة الكارثة ما نزل بيان؟ وكانوا يقولون البنية التحتية مستعدة. شلون البنية التحتية مستعدة؟ المدارس غرقت، البيوت غرقت، 4 قتلة يبقى. مو هذه من ضمن السياسة العامة للحكومة؟ لما احنا قلنا هل ننطر كارثة، هذه كارثة بحد ذاتها. فالروح غالية، واحنا لا نشكك في رئيس الوزراء، بالعكس نحترمه ونقدره، ولكنها من ضمن المسؤولية ان نحاسبه فيها. لما نتكلم عن المؤسسات وتطويرها والخطوط الجوية الكويتية، الاسطول الاخير او اخر طائرة سنة 97، واسطولنا كله 17 طائرة وقيسة مع قطر، تأسست سنة 99 عندهم 250 طائرة، والإمارات تأسست سنة 85 عندهم 370 طائرة. ترى احنا ما نقل عنهم حرصا، وعندنا وفرة مالية نفسهم وأكثر، ليش احنا متراجعين؟ هل ننطر كارثة تسير؟ هل ننطر كارثة بعيد الشر على الكل وتتصل الجرائد كلها نعي؟ ترى أمر وارد. وبالتالي كانوا بشرون طائرات هندية ومستعملة، ونشكر وزير المواصلات أنه وقف هذه الصفقة. بالتالي أنه ما راح تحقق طموح المواطنين. أغلب الكويتيين اليوم قاموا يروحون لطائرات ثانية، والكويت موقعها الاستراتيجي أفضل من قطر والإمارات. إحنا بالشمال الوقود أرخص، كنا المفروض إحنا نستغل هذه الميزة، نكون حلقة توصل بين الشرق والغرب، ولكن إحنا فرطنا بهالأمور هذه، خذوها قطر والإمارات تلك الميزة. حطي مؤشر فساد. أما مؤشرات الفساد، لما تكلم عن مؤشر الفساد العالمي، الكويت ارتفعت من 54 إلى 66 بسبب قضية الداو
والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية. شو اللي قامت فيه إجراءات الحكومة للحد من هذه الأمور؟ ما مكافحة الفساد لا زالت معطلة. الداو رئيس الوزراء عنده رقابة ذاتية على مجلس الوزراء، إضافة 2.16 مليار اندفعت في عهده وهو رئيس المجلس الأعلى للبترول. من تحاسب؟ من المتسبب؟ ما حد يدري. 2.16 مليار دولار راحت من ميزانة الدولة، والمادة 17 من الدستور تنص الأموال عامة حرمة. كل السنوات تشير أن الكويت على انحدار في التنافسية، في التنمية البشرية، في الحكومة الإلكترونية، في الفساد، في اقتصاد المعرفة، كل الأخير خليجيا إلا الفجوة بين الجنسين. صفحة ثانية، أداء التنمية المؤسسات. لما تكلم الكويت دوليا أيضا تراجعت من سنة 2010 إلى 2013. البنية التحتية، وكنا نتكلم تكرارا ومرارا أن هناك خلل وما يوجد أي تطوير، ما يوجد أي بناء، وصارت الكارثة وتتحمل الحكومة بأكملها. الصحة والتعليم، كفاءة سوق البضائع، كفاءة سوق العمل، هذه اللي بحدد عليها. لما كانت في سنة 2010 كنا عالميا 24، ولكن في سنة 2013 وصلنا 105. ايش معناتها؟ قبل أي مواطن يتخرج من الجامعة ممكن يحصل له وظيفة خلال 6 أشهر، ولكن اليوم لما نوصل 105 عالميا وخليجيا كنا الثاني ونوصل الأخير، معناته فعلا احنا قاعد ننطر 3 سنوات حتى يحصل له وظيفة. ولكل أمانة أغلب النواب كل واحد عنده فايل وقاعد يمشي واسطات، مو واسطات، لأن الناس مذكوكة، الناس منقثة، الناس ما يقدر يأخذ من حقوقهم إلا عن طريق النائب. احنا نتمنى أن المواطن يأخذ حق من رأس المرفوع من غير واسطة. لما نقول مادة 7 و8 العدل المساواة والتكافل الفرص، هذه ما هي موجودة في الكويت. لما نتكلم عن الهدر في الانفاق الحكومي، ترتيب العالمي وصلنا 102 من أصل 148 دولة وخليجيا الأخير. الفعالية السياسية في منع الاحتكار الأخير 119 عالميا من أصل 148. الكل يعلم أن هناك غلاء أسعار في الكويت وسبب الاحتكار. قانون الاحتكار شرع عالميا في سنة 95 وبالكويت 2007 وحفظ في الأدراج، من ثم مجلس 2012 المبطل الأول قرر القانون ولا زال القانون واقف. الأصل أنك لا تعزز الاحتكار ويكون تنافس الاقتصادي بين الكل وإعطاء الشباب والشابات فرصة لممارسة التجارة، ولا يكونون أسرع عند التجار. افتح وخلي الناس تفرض نفسها في التنافس الشريف. على سبيل المثال مايكروسوفت في الولايات المتحدة إذا اليوم كان صار في احتكار فككوها بحكم قضائي، و AT&T المختصة في الاتصالات أيضا فككوها بحجة عدم الاحتكار. ايش حق عندنا الاحتكار؟ قيس على البنوك. يوم كان بيت التمويل المحتكر الوحيد البنك الإسلامي، معاملة شلون والحين شلون؟ شركات الاتصال عندما كانت MTC بروحه غير لما صارت زين والوطنية وفيفا، فخلاص فتحوا، عطوا الشباب إنه يمارسون التجارة. أول شيء تخففون على كاهل الحكومة لأنه قاعد تنفق على باب الرواتب 10 مليار دينار، وحطوا فرصة للشباب. كل المؤشرات صفحة الوراء تشير أن الكويت على انحدار بالنسبة للتنمية، بالنسبة للأمور كلها بدون استثناء على تردي. القانون اللي تكلمت عنه بالسابق اللي هو قانون 50 لسنة 2010 لنص 200 ألف وحدة سكنية أيضا ألغى مجلس الوزراء. شنو السبب اللي ألغى؟ وكان البديل أسوأ من السابق، أنه يعطي شركات خاصة تملك الأراضي وهي تحتكر، معناته هذه بديهيا راح يرفع الأسعار. تكلم على قضية الزور. قضية الزور تخص أكثر من وزير، ورئيس الوزراء صدر المرسوم بقوة القانون لسنة 2012. القانون السابق 39 لسنة 2010 كان ينص 26% تكون شركة مساهمة
في سوق الكويت الأوراق المالية، أرد أعيدها، سوق الكويت الأوراق المالية بالتحالف مع شركة أجنبية اللي رست عليها شركة غير مدرجة، فهذه بحد ذاتها مخالفة. 24% للحكومة هي العام الاستثمار والتأمينات الاجتماعية، و50% كتاب المواطنين. اللي صار استدركوا أن الشركة غير مدرجة، كان يشرعون قانون آخر في سنة 2012 أن تكون شركة مدرجة أو غير مدرجة بالتحالف مع شركة أجنبية، وتناسوا أن حاطين تحت يعمل هذا القانون من تاريخه. إذا كان الخطأ في 2011، شلون أنا أشرع قانون 2012 وعالج أثر رجعي؟ قانونياً ما تصير، قانونياً ما تصير نهائياً. ناهيكم عن أن المفروض تكون محطة بخارية خلوه غازية، معناته الدولة راح تتكفل فيها 40 سنة وتكلفتها أكثر من 600 مليون دينار، وهذا كلام من المختصين، ما هو كلام من عندي. فأين رئيس الوزراء من محاسبة كل هذه الأمور؟ حطها القليزي. وهذا يوضح أنه ليس على نظام البي أو تي 25 سنة، 40 سنة، والدولة تتكفل في كل المصاريف، وإن ما كان في غاز يوردون لهم الديزل، والديزل بحد ذاته يقتل المحطة وتكون تكلفتها جدا عالية. من يتحمل كل هذه المصاريف؟ خليك يعني اقرب للسياسه العامه من باب استشهاد، لا ندخل في تفاصيل فنيه لان هذا توجه لوزير المصاريف. انا كنت ذاكره مؤسسه البترول ذكرت ان لا يوجد عندنا الغاز وعندنا النفط الخام، وكل ذلك يوضح ان في بذخ في الميزانيه. فسؤالي كالاتي، اذا الدوله تتراجع في كل الامور، ووجهت اسئله عده، بداية وجهت سؤال 20 أو آسف المادة 20 من الدستور، رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وكان السؤال واضح وصريح وينص لما الدولة من فوائض مالية إلا أن هناك معاناة من ضعف الخدمات في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها البنية التحتية والمتردية وانقطاع الكهرباء بين الحين والآخر، وأن آخر مستشفى مر على إنشاء نحو 30 عاما، وما زال مستشفى جابر قيد الإنشاء، والزيادة الملحوظة بتعداد السكان والضغط على الخدمات العامة، والمن ملاحظ ايضا ارتفاع الاسعار منها السلع السلاكيه والغذائيه والعقاره وتفاقم قضيه السكن، حتى وصل عدد طلبات 106,000 طلب قائم في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه، حتى بات المواطن ينتظر اكثر من 15 عاما للحصول على سكن. ونلاحظ انحدار مستوى التعليم، ما جعل رب الاسره يفضل التعليم الخاص على الحكومي، وهو بحد ذاته زياده تكلفه مما يزيد العبء المالي على الاسر، بالاضافه الى الاختناقات المروريه وتراكم المشكله لسنوات عديده، وعدم حلها ما يجعل وضع يزداد سوءا. ذكرت لرئيس الوزراء ما هي سياستك لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ذكر ليس من اختصاصي ويتعارض مع حكم محكمة الدستورية، شو من اختصاصك؟ ما هذه سياسة الدولة؟ دزيت سؤال آخر، كشف تفصيلي لأسماء الدول التي قامت دولة الكويت بمساعدتها ماليا أو عينيا أو قدمت لها هبات أو مشتقات نفطية، مع بيان حجم هذه المبالغ، وذلك منذ إبطال مجلس الأمة بتاريخ 20/6/2012 وحتى تاريخ الرد. وأيضا ذكرت ما مدى صحة التصريح المنشور في الصحف المحلية لسمو رئيس الوزراء أن سبب الإشاعة تأخرت كثير من المشاريع التنموية، إن صح ذلك فما هو نوع الإشاعة، ما هو المشروع التنموي الذي تعطل بسببها؟ من حقنا نعرف هذا الشيء. إضافة أرد على أبي كشف تفصيل الدول التي قامت الكويت مساعدتها، والدستور في المادة 136 ينص القروض الدولية تغطى في قانون، ومن حقنا أن نعرف. إذا ما حد يراقب على هذه الأموال يبقى معناته ممكن أي دولة تعطيه مليار مليارين ثلاث أربع، يبقى أين الكويت؟ وأين السياسة المحلية؟ وأين تطوير البلد؟ يبقى الكويت هني مو هناك. لما سألت عن الأمن القومي والأمن الغذائي في حال ضرب سوريا وتسكير قناة السويس، ونحن نعلم أن الكويت معتمدة تماماً على صادرات النفط، ما هو الأمن القومي والغذائي؟ أيضاً اعتبروا أنه سؤال سري ويتعارض مع حكم محكمة الدستورية. شنو فائدة المجلس بهذه الحالة إذا كل سؤال يعارض تفسير المحكمة الدستورية؟ اللي ذكر أنه استعجلنا، لا والله ما استعجلنا، دزيت أسئلة عنده، سؤال سؤالين 23 سؤال ياتني يمكن 3 إجابات، والباقي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. فأكيد
بديهيا ومنطقيا راح نتوجه للاستجواب. لما نتكلم عن السكن ما تم حله، الصحة لم يتم حلها، الأغذية المسرطنة مختصة في 4 وزراء، وزير المالية كون الجمارك مختصة أو تحت سياسته، وزير البلدية والتجارة والصحة. ما عندنا مختبر مختص لفحص الأغذية مثل الولايات المتحدة الـ FDA أو هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وأنا دائما بستشهد في الدول الجوار، حالنا من حالهم، يفترض يكون إحنا أفضل منهم. ذكرت تاريخ الكويت، إحنا تأسسنا من 50s، يبقى مو من المعقول والمنطق أنهم يطوفوننا، وهذا كلام كل كويتي، الكل يتذمر والكل يعاني والكل مستاء من الوضع. عندنا فوائض مالية لكن لم تستغل بشكل صحيح. قضية المسرحين كانوا 1900 عاطل واليوم صاروا 4000، غير المنتظرين الوظائف 20000، غلاء الأسعار بشكل مهول، قضية الزور، شركات الوهمية، ساد جابر هذا معطل، قضية الرياضة، سمو رئيس الوزراء صدر مرسوم بقوة القانون في سنة 2012 وصدر مرسوم آخر وكان له تصريح إن لو تذرعنا بنعرف من اللي لا تذرعه، مع كل احترام لشخص الكريم، صدر مرسوم آخر ألغى مرسومه السابق. انحدار خطوط جو الكويتية، مطار الكويت كان تكلفته 213 مليون الحين مليار، وحتى ما بنى منطقيا. شنو هالرقم اللي ارتفع تقريبا 500%؟ احتياطي العام والأجيال القادمة في خسائر، خسارة التأمينات الاجتماعية وتلاعبهم في سنة 2008 عندهم خسارة 1.8 مليار، لم يتحاسبوا جددون له، وهذه المصيبة. إبطال المجلسين، أول مرة خطأ إجرائي، ثاني مرة سوء تقدير الضرورة. يبقى في أثناء سمو رئيس الوزراء وتوليه رئاسة مجلس الوزراء ماكو مجلس كمل ولا في سلطة تشريعية، لأن المجلس ما انحل ولا كمل فترته، أبطل مرتين. لما يتم محاسبة أي شخص، لم يتم حتى محاسبة اللجنة اللي سويتوها، مجرد حولتوا مدير العام مدير الفتوى التشريع إلى التقاعد، وبالتالي خليتوه على كأنه بند المكافآت ومستشار. أنتوا كافأتوا بالحالة هذه. إحنا بنعرف من المتسبب في قضيتين، إبطال المجلس وقضية الداو. 2.16 مليار لا يمكن تروح هدر، واللجنة المختصة لفحص هذه القضية ومفروض ترفع التقرير للمجلس لم تأتي في أي نتيجة. فلذلك إحنا تدرجنا في البداية وذكرنا إحنا قاعد نتدهور في كل الأمور، وأهم 4 قضايا: الإسكان، الصحة، التعليم، البطالة، لم يتم حلهم. البرنامج أتى متهالك، وكل المشاريع التي توضحها التقارير الدولية إنها ما تم إنجازها وبذق في الميزانية. لذلك إحنا بكلام واضح من سمو رئيس الوزراء، الكويت متجهة إلى أين في ظل الوفرة المالية ووجود المخلصين؟ فأين متجهين؟ لذلك أنا بجواب واضح على كل الاستفسارات اللي ذكرتها، وتدرج من المادة 99 من الدستور، من ثم المادة 100 وهو الاستجواب وهو السؤال المغلظ، وشكراً.